وتعالوا نشوف اللي بعده. تعالوا بقى، عندي هنا الوصفة اللي جاية بالنسبة لي وصفة مميزة قوي، بحبها قوي قوي. ليه بقى؟ أقول لكم ليه. هحط بس كده، تعالى هنا بس كده، هقول لكم ليه. الوصفة اللي عندي اللي جاية هي وصفة مشطشطة، طعمها حلو جدا. طب يا بيبا نشيل الشطة مش يبقى ليها طعم؟ لا طبعا يبقى ليها طعم. ليه؟ هقول لكم ليه. هعمل سلطة فاصوليا مقلية بالثوم والخل. مقاديري ايه؟ هقول لكم مقاديري ايه. عندي هنا فاصوليا خضراء سليمة، ممكن اقطعها نصين بس، لكن ما اقطعهاش اكتر من كده. عليها ايه؟ شوية زيت، شوية ثوم مفرومين، فلفل احمر حار، هريسة شطة، شوية شطة برضو ناشفين، ملح وفلفل اسود، كمون، نطشهم بشوية خل وليمون، وللتزيين بقى طماطم شاري. ولكن شيلوا طماطم شاري، حطوا طماطم عادية هتبقى زي السكر. وبقدونس طبعا، الحاجة الخضرة دي. طب يا فيفا الأكلة دي بتتاكل ازاي؟ سندوتشات بقى، سندوتشات ودعولي، او حاجه مخلله جنب ايه شويه الفاصوليا اللي هتعمليهم مثلا بالطماطم اللي هي الفاصوليا العاديه. عايزه اقول لك عامله زي البتنجان المخلل، الطماطم المخلله تحفه. عايزه اقول لك اعملي الوصفه دي، شيليها في علب في الثلاجه كمان، تسحبي منها هتتبسطي منها قوي قوي جدا، يعني هتتبسطي منها جدا. طب احط هنا عندي ايه؟ الطاسه، واحط كمان فيها الزيت. خلاص. وعندي هنا بقى سكينتي الحلوه اهي، وعندي الفاصوليا بتاعتي، ممكن نعملها بطولها وممكن اقطمها بايدي كده، خليتهم اتنين، او ممكن اروح عاملاها بايه اهي، بالورد لو عايزه يعني شكل اهو، باي شكل من الاشكال. عايزه اقول لك هتحبيها قوي، يا اما بالورد يا اما تقطميها نصين وخلاص كده اهي. همسك كل الكميه واعملها كده، ممكن طبعا اسيبها بحالها زي ما انتوا عايزين اهي، لحد عندي ما الزيت يسخن. شويه ثوم، شويه خل، شويه فلفل، مش مهم احمر، حتى لو عندك اخضر عادي جدا، شويه كمون، ليمون، خل، حولناهم لايه؟ لي عندنا هنا فاصوليا مخلله. طب يا فيفا لو مش عايزه اقليها هعمل ايه؟ دخلها الفرن. بصي في الحاله دي هتديها نص سلقه وتنزليها في الخلطه، الحاله دي هتديها سلقه وتنزليها في الخلطه، تشويحه في الزيت. انا عايزه بس ايه طعمها يكون مختلف. اذا ان انا اقدر اعملها صحيه وما قليهاش طبعا. طب هعمل ايه؟ زي ما قلت لك، يا اما هتسلقيها وتروحي حطاها في الخلطه، يا اما هتسلقيها وتشوحيها في نقطه زيت زيتون وتروحي حطاها ايه في الخلطه. تعالوا بقى شوف الزيت سخن كده ماشي، نشوف نجرب لسه. طب ايه رايكم؟ ايه رايكم نروح لفاصل لحد ما الزيت عندي يسخن وعندي الفاصوليا هنا تستوي، ونرجع نكمل احلى وصفات، يعني زي ما قلت لكم تدخل القلب قبل المعده، بعد الفاصل استنونا. ورجعت لكم. بصوا عندي هنا بقى الفاصوليا لما بتتقلي طبعا عادي جدا كاني ايه بسلقها، بتستوي معايا وبتاخد لون حلو قوي وطعمه مختلف غير طعم الفاصوليا اللي احنا معتادين عليه، بجد هتعجبكم قوي. طيب وبعدين اروح اجيب بقى بوله صغيره، وايه اروح عامله كل اللي انا عايزاه هنا في البوله دي، عشان اطلعها سخنه اروح ايه حطاها في الطبق ونازله عليها بالطشه دي كلها. هعمل ايه؟ هجيب اهو الثوم ده كتير قوي، شيل حبه ماشي، وبعدين هريسه الشطه هنا اساسيه والله عندي، يعني تخيلوا طعمها كده يجنن، وكمون
وعندي شويه الفلفل، وما عندكيش فلفل احمر طبعا عادي جدا هنعملهم ايه، فلفل اخضر. وكمان عندي هنا شويه الليمون، شويه الشطه، الله، شويه الخل، وشويه الملح عندي هنا. ما كترش ليه بقى؟ علشان انا عندي هنا هريسه شطه والفلفل الاسود. واقلب واروح منزله ايه شويه البقدونس الحلوين، وعلى فكره تمشي بالكزبره تمشي بالكزبره هتبقى حلوه قوي. طيب وبعدين بقى اروح عندي هنا جايبه الطبق الحلو ده، هصفي اهو، مش هتبقى شارب الزيت. انا عايزه شويه الزيت اللي هم فيها بصراحه، مش هصفيها على مناديل اهو، انا بصفي ايه عندي بالمقصوصه، واروح حاطه في الطبق التقديم على طول اهو، اصفي كده. وحلاوتها بقى وهي سخنه ونروح حاطين عليها، الله ريحتها حلوه جدا. تمام كده تمام كده. اروح بقى عامله ايه، جايبه هنا الفاصوليا بتاعتي اهي، واروح حاطه الله عليها الخلطه، واقلب. هحط ايه شويه فاصوليا كمان، ايه رايكم نخلصهم عشان بجد هتعجبكم قوي اهو، واقلب. وزي ما قلت لكم انا ممكن اعمل ايه، احطهم بقى في علبه وفي الثلاجه واستمتعي بيها. كزبره او بقدونس الاتنين يليقوا اهو. ريحتها حلوه قوي، تعرفين طبعا انا بحب اي مخللات، اي مخللات. طبعا انا ممكن اقطع كمان بتنجان واعملها معاه، عارفين شويه فلفل واعملها معاه، وتبقى عندي كده ايه سلطه مخلله. شويه بطاطس واحطها، تبقى عندي كده شويه سلطه مخلله. انما ايه وحلاوتها طبعا كل ما تقعد في التتبيله كل ما تبقى احلى. بصوا بقى، مش انا قلت لكم طماطم شيري، ولكن عادي يا جماعه تمشي بالطماطم العاديه بتاعتنا. ارش عليها شويه حب اهو، يا بيبا يعني تنفع بالطماطم طبعا تنفع. بصوا بقى الطبق عامل ازاي، بصوا بقى الطبق عامل ازاي، تحفه. وده عباره عن ايه، شويه فاصوليا وخللناهم. اسمحوا لي ادوقها لكم بشويه ايه، عايزين ايه زي ما قلت لكم. بصوا التانيه معايا خالص ازاي، يلا ادعوا لي. على فكره الوصفه دي مش اول مره اعملها، انا عملتها السنه اللي فاتت وربنا اداني العمر، هعملها كل موسم فاصوليا، لانها من الحاجات البسيطه جدا جدا الحلوه قوي المختلفه، مختلفه وطعمها حلو قوي حلو قوي. زي ما قلت لكم احنا ممكن نعملها بالفاصوليا اللي هي نسلقها، لو مش عايزين نعملها بمقليه، لو ان المقليه بصراحه تجنن، هنعمل ايه، هنعمل بالفاصوليا نسلقها. الله الله، يلا.